نضال، كيفاش جوزت العيد اليوم الاول تاع العيد اليوم؟ ربي يفرحك ويفرح ان شاء الله جميع اللي راهم يشاهدوا فينا عبر شاشه الشروق. والله جوزها عادي كأي امرأة عادية، لكن هذا العيد هذا يا شوية كان استثنائي نظرا لأنه الوالدة مريضة، ويعني الله يشافيها إن شاء الله. أمين ويشافي كل المرضى إن شاء الله يا ربي. يعني كان شوية الفرحة كانت ناقصة، يعني ذبحنا عادي، والأولاد الأولاد دائما هما اللي يعطيوا للعيد فرحة نعم، وتحس أنه كاين عيد. يعني إحنا رانا على جال الأولاد خاصة، الحمد لله كأي امرأة كأي زوجة أو أم أو. وش درتي أنت؟ ماشي حاجة بزاف. جوستو اللي حاب نعرف وش درتي. ماشي حاجة بزاف، وما ذبحوا وما سلخوا وما كل شيء. أنا شوية قليت شوية مع الدراري شوية شويت وهكذا. يعطيهم الصحة.